أخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي نناقش فيه أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم، والبداية من هدنة غزة المرتقبة وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وإلى تطورات الحدود اللبنانية الإسرائيلية والمخاوف من مواجهة أكبر. نناقش تطورات الملف النووي الإيراني والتهديدات الموجهة لوكالة الطاقة الذرية. أخيرا ملف دارفور وتطورات المعارك هناك بين الجيش وقوات الدعم السريع. كل هذه الملفات نناقشها بالتفصيل، والبداية من العناوين. مفاوضات هدنة غزة بانتظار موافقة حماس وإسرائيل. نتنياهو يحاول إقناع الحلفاء وإنقاذ حكومته، وبايدن يراقب. بنكفير يهدد بحرق لبنان ردا على صواريخ حزب الله. مجلس الحرب يجتمع، ورسائل تحذير بريطانية من عملية إسرائيلية وشيكة. إيران تحذر مجلس محافظي الوكالة الذرية من إدانتها، ودبلوماسيون أوروبيون يكشفون عن موقف أمريكي متساهل. من نيالة إلى دارفور، سلاح التعطيش يهدد الفاشر، ووزير الصحة يحذر من سعي الدعم السريع لتهجير سكانه. السلام عليكم. المفاوضات التي قد تفضي إلى نهاية الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 8 أشهر لا تقل صعوبة وتعقيدا عن المعارك الجارية على الأرض. حسابات سياسية شائكة وقائمة على خريطة تحالفات تحكم مسار المفاوضات التي تهدف إلى تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل والتوصل لوقف لإطلاق النار. وفي هذا السياق بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحادثات مع أعضاء كنيست من الليكود لإقناعهم بصفقة التبادل المحتملة مع حماس. وتضاف هذه المحادثات إلى تلك التي أجرها نتنياهو مع وزراء الحكومة، وتشير إلى أن مكتب نتنياهو يخشى من التداعيات الائتلافية التي قد تهوي بحكومته، خاصة بعد أن أعاد وزير الأمن القومي إتمار بنكفير تهديده بانسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي إذ تمت المصادقة على الصفقة المطروحة. لكن التطور الأبرز جاء من حزب شاس اليميني المتطرف، أكبر شريك في ائتلاف حكومة نتنياهو، والذي قال إنه سيقدم الدعم الكامل لاتفاق محتمل لتحرير الأسرى المحتجزين لدى حماس، حتى لو كان ذلك يستلزم خطوات بالغة التأثير في استراتيجية الحرب على غزة. أعلن حزب الله اللبناني مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان. وقال الحزب في بيان إن القتيل يدعى حيدر حسن مسلماني من مدينة صور وسكان مدينة النقورة. قال الحزب إنه هاجم بسرب من الطائرات المسيرة ثكنة معالي الإسرائيلية في الجولان السوري ردا على قصف النقورة. ومن جهته قال الجيش الإسرائيلي إن طائرته أغارت في وقت سابق اليوم على النقورة، واستهدفت أيضا بنية تحتية لحزب الله في عيت الشعب والعديسة بجنوب لبنان. وقبل أن ننتقل إلى تفاصيل أوفى حول هذه المنطقة الحدودية، أشير إلى هذه الصور والأخبار العاجلة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. هي زيارة هذه الصور التي نعرضها الآن، هي زيارة هاتسي هاليفي رئيس الأركان للجيش الإسرائيلي للمنطقة الحدودية الإسرائيلية اللبنانية، أو ما يسمى إسرائيليا أو ما تسمى بجبهة الشمال. إذن رئيس الأركان الإسرائيلي من حدود لبنان يقول نقترب من النقطة التي يتوجب فيها اتخاذ القرار. إذن كانت هناك زيارة ميدانية لهذه المنطقة الحدودية بعد تصعيد كبير
فيها وبعد حرائق طالت بعض المناطق الشمالية في الداخل في داخل إسرائيل. إذن رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن إسرائيل تقترب من هذه النقطة التي يتوجه فيها اتخاذ قرار، وكذلك يقول إن الجيش الإسرائيلي جاهز ومستعد للانتقال إلى الهجوم. إذن هي تهديدات إسرائيلية جديدة بالتصعيد أكثر في جبهة الشمال أو ما تسمى إسرائيليا جبهة الشمال، هي المنطقة الحدودية الإسرائيلية اللبنانية، وبين الجيش سيكون مستعد أو أنه الآن مستعد وجاهز للانتقال إلى مرحلة الهجوم. هذا يعني بأن إسرائيل لن تبقى في مرحلة ما تسميها مرحلة الدفاع أو الرد على الضربات حزب الله. إذن نحن في متابعة لهذه الصور، صور كانت اليوم لرئيس أركان إسرائيل من الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد جولة هناك لاستطلاع الوضع أكثر ومتابعة ما يحدث في هذه المنطقة. هيرسي هاليفي رئيس أركان إسرائيل يقول كذلك من حدود لبنان، أو يتحدث عن مهاجمة حزب الله لهذه المنطقة. المنطقة يقول نهاجم حزب الله على مدار 8 أشهر حيث يدفع ثمنا باهظا جدا جدا. هذه في آخر تصريحات رئيس أركان الإسرائيلي وتهديداته لحزب الله بعد هذا التصعيد الكبير في المنطقة الحدودية الجنوبية اللبنانية أو الشمالية الإسرائيلية. للمزيد من التفاصيل والمعلومات حول ما يجري في هذه المنطقة الحدودية من منطقة الداخل اللبناني بالتأكيد وتطورات في غزة، ينضم إلينا من بيروت مراسل حدث محمود شكر، ومن دير البلح وسط قطاع غزة مراسل حدث أسامة الكحلوت. أهلا بكما. كنا نتابع هذه الصور من المنطقة الجنوبية أو المنطقة الشمالية الإسرائيلية حقيقة، لهذا أبدأ من محمود. بن كفير كذلك هدد بحرق وتدمير معاقل حزب الله، ورئيس الأركان الإسرائيلي منذ قليل يتحدث أيضا عن خطوات ربما ستكون تصل إلى مرحلة الهجوم. ماذا عن الناحية اللبنانية؟ آخر تطورات في هذه الجهة اللبنانية؟ نعم، آخر التطورات هي المواجهات العسكرية المستمرة. إذا أخذ 24 ساعة نجد إلى أن هنالك تطور في العمليات العسكرية من قبل حزب الله وتحديدا باتجاه الجولان، وأيضا من حيث نوع هذا السلاح الذي يستعمل والذي يوصف الإعلام الحربي للحزب بأنها عبارة عن أسراب من الطائرات المسيرة الانقضاضية التي ما أن تقوم بعملية هجوم حتى تقوم بعملية هجوم ثانية. حتى هذا التوقيت الإعلام الحربي تحدث عن 8 عمليات وزعها ما بين إطلاق لقذائف مدفعية أو صواريخ أو أيضا باتجاه مواقع ومستوطنات، وهي بدأت أو تمحورت من ساعات الصباح من الجولان المحتل إلى مزارع شبعة إلى كفر شوبة إلى رأس النقورة مرورا بنطوعة وأيضا برميم، مما يعني إلى أن الحزب يقوم بعمليات عسكرية على طول الجبهة التي هي 120 كيلومتر. من جهته الإسرائيلي أيضا هو أيضا يقوم من خلال 24 ساعة بعمليات باتجاه البقع الجغرافية التي استهدفها إن كان بالأمس، وهذه النقطة أساسية. بالأمس كان هنالك استهداف للناقورة وتحديدا دراجة نارية أدت إلى سقوط عنصرين لحزب الله. عاد الطيران الحربي واستهدف اليوم أيضا دراجة نارية في الناقورة. الناقورة هي على بعد مئات الأمتار من المراكز الإسرائيلية، وهذا أيضا بالمفهوم العسكري يعتبر خرق كبير من جهة باتجاه حزب الله الذي لم يتمكن حتى هذه الساعة من الإفلات من هذه الطائرات، إلى أيضا الغارات التي كانت في عمق البقاع وتحديدا سحمر يحمر وبكاب استهدف فيه عناصر من الحزب بعدما كان بالأمس قد استهدف أيضا ميدون. السؤال الأساسي الآن الذي يطرح على الساحة اللبنانية، هل أن إسرائيل عندها القدرة لأن تقوم بعملية توسع باتجاه الداخل اللبناني إن كان على المستوى العسكري أو المستوى الإسرائيلي المستوى السياسي؟ هذا الذي على العموم محمود هذا السؤال يجاب عليه إسرائيليا، ولكن إلى غاية الآن أذكر بالأخبار العاجلة محمود. دعني أذكر بالأخبار العاجلة، رئيس أركان إسرائيل من حدود لبنان يقول هاجمنا حزب الله طوال 8 أشهر من الحرب، أي بعد 8 أكتوبر أو ابتداء من 8 أكتوبر، حيث يدفع بحسب رئيس الأركان الإسرائيلي يدفع حزب الله ثمنا باهظا جدا
جدا. سأعود إليك لاحقا محمود في مسألة الثمن الذي يدفع من حزب الله، ولكن نستطلع كذلك التطورات في غزة في كل القطاع مع أسامة. أسامة أهلا بك. في آخر التطورات الميدانية، عملية برية تعلن من قبل الجانب الإسرائيلي في البوريج، مخيم البوريج، كذلك تطورات أخرى تتعلق برفح وجباليا. آخر ما يرصد من معلومات تتعلق بداية بالبوريج ثم لاحقا برفح وجباليا. نعم، يبدو أن هناك تركيز إسرائيلي اليوم على منطقة مخيم البوريج تحديدا ومخيم المغازي الملاصق له. نتحدث منذ أمس بدأ الجيش الإسرائيلي بقصف الطوابق العليا في 4 أبراج سكنية مأهولة في منطقة مخيم البوريج، وبعدها تم إبلاغ كل سكان البناية ومن ثم كل سكان المربع السكني بأكمله، وتم إخلاء هذه الشقق السكنية ومن ثم المربع السكني، وتم تدمير الطوابق العليا في هذه الأبراج. تبعه إطلاق قذائف مدفوعية من المنطقة الشرقية لمخيم البوريج، وهي منطقة حدودية، وهناك يعني توجد عدد كبير من الدبابات الإسرائيلية. عصر هذا اليوم أو فجر هذا اليوم البداية كانت باستهداف منزل لعائلة غانم في منطقة مخيم البوريج، سقط 4 ضحايا، ومنذ ساعات عصر هذا اليوم حتى هذه اللحظة سقط 8 ضحايا في استهدافات متواصلة على مخيم البوريج. أول استهدافات كان بالمدفعية الإسرائيلية على المنطقة الشرقية، ومن ثم كانت بأحزمة نارية بين مخيمي البوريج ومخيم المغازي الملاصق له والمحاذي. نتحدث هنا على حالة نزوح جديدة للسكان من منطقة مخيم البوريج وباتجاه المنطقة الغربية للمنطقة الوسطى. تكثيف، هناك تكثيف للضربات الإسرائيلية على المنطقة الشرقية، وهناك حالة نزوح جديدة بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي على شن عملية برية جديدة محدودة. بحسب ما تحدث عنه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، هناك عملية برية محدودة في المنطقة الشرقية لمخيم البوريج، هكذا أعلن قبل قليل. هذا كله بالتزامن مع القصف المدفعي، مع القصف بالطيران المروح الإسرائيلي، القصف بالطيران الحربي أصلا، بالإضافة إلى أن الجيش حتى هذه اللحظة متواصل في ضرباته المدفعية والقصف في منطقة رفح تحديدا في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الغربية من خلال الدبابات المتواجدة على الشريط الحدودي مع الجانب المصري في منطقة حي الزيتون. هذه المنطقة في مدينة غزة في المنطقة الجنوبية تحديدا لهذه المدينة تتعرض لقصف مدفع عنيف. تم انتشال اليوم 5 ضحايا من محيط الكلية الجامعية، وهي منطقة تعرضت لتوغل بري أيضا إسرائيلي على مدار الأيام القليلة الماضية، وهناك كان تكثيف للضربات الإسرائيلية. واليوم بعد انسحاب الدبابات من محيط هذه الكلية كان هناك انتشال لعدد كبير من الإصابات، بالإضافة ل5 ضحايا تم نقلهم إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة. نعم أسامة، هذه التطورات الميدانية تأتي في ظل صفقة محتملة أو مرتقبة بين حماس وإسرائيل، تعلم بعض تفاصيلها بالتأكيد، وفي انتظار الموقف الرسمي الأخير النهائي لإسرائيل ولحماس. ما الذي رصدته من ربما آمال أو توقعات لدى الأهالي والنازحين في دير البلح حيث أنت متواجد؟ يعني هناك تطلعات وآمال كبيرة لدى العائلات النازحة في مناطق جنوب قطاع غزة، وهنا في دير بلح الجميع يتطلع بأن يكون هناك يعني في القريب العاجل اتفاق لوقف اطلاق النار وتهدئة. نتحدث على يعني فترة طويلة من أيام الحرب ولم يحصل فيها سكان قطاع غزة إلا على هدنة واحدة لمدة أسبوع، وبالتالي هنا الجميع يتطلع بالفعل إلى وقف لإطلاق النار، وأن يكون الفترة المقبلة هي وقف لإطلاق النار بالكامل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتسرين في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة. وأهم ما يحلم به كل كان قطاع غزة أو تحديدا العائلات النازحة في المنطقة الجنوبية هو عودتهم إلى منازلهم في مناطق غزة ومنطقة شمال قطاع غزة، خاصة أنهم سئموا وتعبوا من حياة الخيام والمعيشة داخل الخيام في ظل أجواء حارة، في ظل معارك وصراع يومي مع الحياة من أجل الحصول على المياه، على الطعام، على الدواء، في ظل انتشار الأوبئة والأمراض في صفوف أبنائهم. وضع كارثي وصعب جدا. غالبية العائلات هنا في مناطق جنوب قطاع غزة نفذت منها الأموال ولم يعد بإمكان أي شخص شراء أي مواد غذائية أو حتى القليل لأطفاله، ويعتمد في حياته هنا على المساعدات، والمساعدات الآن قليلة جدا في ظل إغلاق الجيش الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم، ولم يتم إدخال أي مساعدات منذ مطلع الشهر الماضي حتى هذه اللحظة، وما يتم توزيعه قد يكاد يكفي لأسرة واحدة لمدة أسبوع، وقد يستلمها مرة واحدة طوال الشهر في ظل إغلاق المعابر حتى هذه اللحظة. حتى الميناء الذي تم تشييده مؤخرا في المنطقة الغربية لمدينة غزة لم يدخل على مدار أسبوع كامل
كامل من العمل إلا 100 شاحنة، وهذا لا يكفي حتى حارة واحدة أو مدرسة إيواء واحدة في المنطقة الغربية لمدينة دير البلح، في ظل منطقة يتكدس فيها ما يقارب من 1,000,000 نسمة. حتى هذه اللحظة الجيش بعيدا عن أي اتفاقات تخص وقف إطلاق النار، يكثف ضرباته باستمرار بعيدا عن هذا الحديث. نعم. عن وقف إطلاق النار أو التفاوض حتى هذه اللحظة. على العموم هناك تطورات تتعلق بالصفقة المحتملة لوقف إطلاق النار، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط سيسافر هذا الأسبوع، سيأتي للمنطقة في محاولة للمساعدة في إنجاز هذا الاتفاق الذي نتحدث عنه، اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، اتفاق كان أعلن أو أعلنت على الأقل التفاصيل الكبرى فيه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتعلق بثلاث مراحل تبدأ بهدنة أو وقف للنار المؤقت لستة أسابيع، وتنتهي في الأخير في المرحلة الثالثة بوقف تام للنار وبالانسحاب الإسرائيلي أو بإعادة الإعمار كذلك وتسليم الجثث، هذه في المرحلة الأخيرة بالتأكيد، وحل يتعلق بحماس. إذن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط سيسافر هذا الأسبوع للمساعدة في إنجاز الاتفاق المحتمل أو المرتقب بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى. هنا أعود مرة أخرى للتطورات في المنطقة الحدودية اللبنانية الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي محمود أعلن عن قتله لنحو 100 عنصر من حزب الله في 8 أشهر الماضية، وهو منذ قليل مثلما تابعنا آخر تصريحات لرئيس أركان الإسرائيلي يقول إنه جعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا جدا في هذا التصعيد. هذا ما يعلن إسرائيليا، ولكن ما الذي يعلن من قبل حزب الله، أو على الأقل ما الذي تقوله المصادر حول خسائر حزب الله؟ الحرب ما بين إسرائيل وما بين حزب الله هي حرب ليست تقليدية، بمعنى إلى أنها ليست كلاسيكية ما بين جيش إلى جيش، لذلك الذي يمكن أن ينزل على الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يطبق على حزب الله. حزب الله هي مجموعات قتالية، يقول الحزب حسب المصادر إلى أنه لو دفع بالآلاف من المقاتلين يقضوا أثناء هذا القتال ونجح في وصول إلى الأهداف العسكرية أو أيضا العناوين السياسية هو من سيربح هذه المعركة. هذه من أحد الأدبيات السياسية التي يتحدث بها القادة إن كان السياسيين أو العسكريين من الحزب، وهذا ما طبقوه في حرب 2006 وما طبقوها أيضا في الحرب السورية. هم يقولون الآن إلى أنه أكثر من 400 مقاتل من الحزب قضوا في هذه المواجهات. 400 في المفهوم العسكري هي كتيبة عسكرية تقليدية بكاملها إن كان بجيش عسكري، ولكن عند حزب الله هذا الرقم من حسب القيادة أو أيضا بحسب المصادر هو لا يعني له شيء، ما دام إلى أن الأهداف الأساسية للمعركة على المستويين العسكري والإعلامي والسياسي هو يعمل على تطبيقها، فهو نعم. لو دفع أكثر بذلك من كثير أو أيضا تهدم هنالك العدد الكبير من البلدات والقرى، وهذا ما حصل أيضا بال 2006، هو لا يتحمل هذه المسؤولية لأنه بطبيعة الحال هو يقاتل ليس من باب الدولة، هو يقاتل من باب مجموعات قتالية. شكرا. لذلك الإسرائيلي عليه أن يقرأ بقراءة مفارقة بينه وبين حزب الله. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل. من بيروت كنت معنا مراسل حدث محمود شكر، ومن دير البلح في قطاع غزة مراسل حدث أسامة الكحلول شكرا. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الدوحة سلمت المقترح الإسرائيلي لحركة حماس بصفتها وسيطا، وأشارت إلى أن المقترح الإسرائيلي المكون من 3 مراحل لإنهاء الحرب يعكس المواقف التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبأنها أكثر قربا لمواقف الطرفين. هذا وشددت الخارجية القطرية على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح من طرفي الصراع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إن بلاده تنتظر موقفا إسرائيليا واضحا يمثل الحكومة بأكملها، وأضاف أن الدوحة قرأت وشاهدت التصريحات المتناقضة الصادرة عن الوزراء الإسرائيليين، وهو ما لا يمنح ثقة كبيرة بوجود موقف موحد في إسرائيل تجاه المقترح الحالي المطروح على الطاولة. وبعد الإعلان الأمريكي عن المقترح ظهرت انقسامات بين الحليفين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما أكد مكتب الأخير أن الحرب في غزة ستستمر حتى يتم تحقيق جميع أهداف إسرائيل بما في ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية وفق قولها. هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف في صفقة تخدم المصالح المختلفة، وأن من شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم، ويقدم هذا الاتفاق خارطة طريق دائم
لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة. نحن ننتظر موقفا إسرائيليا واضحا يمثل كامل الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما زال طبعا كما رأينا خلال تصريحات أمس لبعض الوزراء الإسرائيليين أن هذا لم يتم حتى الآن. الاتصالات مستمرة مع الطرفين كما هو الحال دائما كان خلال جهود قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذه الوساطة، ويمكنني أن أؤكد أن هذه الاتصالات لم تتوقف منذ بداية هذه الجولة من المفاوضات، وما زالت جارية مع جميع الأطراف. القضية أساسا الآن هي ترتبط بوجود موقف واضح من قبل الطرفين تجاه المبادئ التي حددها الرئيس بايدن وتجاه الأفكار الموجودة اليوم على الطاولة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حوار مع مجلة تايم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا هائلة بشأن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس. أضاف بايدن أن نتنياهو مستعد لفعل أي شيء لاستعادة الرهائن، ووصف العرض الأخير الذي قدمته إسرائيل للتوصل لاتفاق مع حماس بأنه كان سخيا للغاية فيما يتعلق بمن يرغبون في إطلاق سراحهم وما الذي سيقدمونه في المقابل. كما اعتبر بايدن أن هناك ما يكفي من الأسباب لجعل بعض الأطراف يتوصلون إلى اعتقاد بأن نتنياهو يعمل على إطالة أمد الحرب من أجل الحفاظ على نفسه سياسيا. وفي المقابل قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس إن الحركة لا يمكنها الموافقة على اتفاق لا يضمن موقفا إسرائيليا واضحا بشأن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من غزة. وأضاف أنه دون موقف واضح من إسرائيل بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة فإنه لن يكون هناك اتفاق. قمنا بإبلاغ موقفنا للوسطاء أنه ما لم يكن هناك موقف واضح من الاحتلال الصهيوني بالاستعداد لوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وهذا هو ما يمكن أن يفتح الباب واسعا لإتمام الاتفاق. ما لم يكن هذا الموقف واضحا فإننا لا يمكن أن نوافق على اتفاق لا يؤمن ولا يضمن ولا يؤكد وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل جادة وحقيقية تبعا لذلك. ونحن ننتظر الآن الموقف الإسرائيلي الواضح من هذه المسألة التي تجد إجماعا دوليا عليها، ونطالب الوسطاء بالحصول على موقف واضح من الاحتلال الإسرائيلي بالتزامه بهذا الأمر. يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط دولية هائلة للمضي قدما في اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، لكن المعارضة داخل ائتلافه اليميني المتشدد تعني أن ذلك قد يكون له ثمن سياسي بعد أن هدد شركاء الائتلاف اليميني المتطرف بالاستقالة بسبب المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما قد يترك نتنياهو تحت رحمة أحزاب الوسط التي من المرجح أن تغتنم أول فرصة لإقالته من منصبه. يهدد حليفان نتنياهو اليمينيان المتطرفان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المال سموتريتش بالانسحاب من الائتلاف الحاكم إذ قرر نتنياهو إنهاء الحرب قبل القضاء على حركة حماس، لا سيما إذا كان الاتفاق يقضي بوقف الحرب على الفور وبانسحاب الجيش الإسرائيلي، فمن الصعب عندها تصور بقائهما في الحكومة. يحكم الائتلاف أو يحكم بغالبية ضئيلة تبلغ نحو 64 مقعدا من أصل 120 في البرلمان الإسرائيلي، ويعتمد على أصوات اليمين المتطرف. ضغوط أخرى يتعرض لها نتنياهو مع خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للمطالبة بالموافقة على اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، وهم 120 بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم، فيما قد يقدم نتنياهو ردا سلبيا لأن مصلحته في ضمان أو مصلحة ضمان استمراريته السياسية معبرا بذلك عن مخاوف الكثير من المتظاهرين المناهضين للحكومة. البديل عن الائتلاف قد يكون ممكنا عبر تشكيل حكومة أقلية بدون اليمين المتطرف مع الاحتفاظ بنفوذ كبير في البرلمان.
أقول لنتنياهو: ما الذي تخفيه؟ هل تسعى لتبييض صفقة غزة؟ الخطوط العريضة التي تم تقديمها كانت عبارة عن صفقة غير شرعية. لقد وعدنا رئيس الوزراء برؤية مسودة الصفقة، ثم رفض مكتبه تسليمها مرتين. لماذا يرفضون؟ يجب أن أرى المسودة. هناك سبب لإخفائها، لأنها بالطبع تتجاوز خطوطنا الحمراء. لن أبقى في حكومة لا تعمل من أجل القضاء على حماس. فإذا انسحب اليمين المتطرف، فإن الطريق الوحيد أمام نتنياهو للعودة إلى حكومته أو إلى حكومة تتمتع بالغالبية سيكون من خلال اتفاق مع زعيم المعارضة يائير لابيد أي ياش عتيد، وإن كان ذلك صعبا مع وجوده في كتلة من المعارضة مع أحزاب أخرى تخطط لإسقاط نتنياهو. من غير المستحيل أيضا أن ينضم حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه وزير الحرب بيني غانتس إلى الائتلاف، والعامل الرئيسي هنا هو ما إذا كانت ستتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة أم لا. وإذا مضى سيناريو الانتخابات المبكرة، يتوقع مراقبون إسرائيليون أن يخرج غانتس من الانتخابات في أفضل وضع لتشكيل حكومة غالبية، وإذ كانت استطلاعات الرأي لا تمنحه هذه الميزة بعد تراجعه كثيرا في استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة، لأنه ينظر إليه على أنه متساهل للغاية ومتردد للغاية ومتهاون للغاية تجاه نتنياهو. وفقا لاستطلاعات للرأي بثتها قناة التلفزيون العامة الإسرائيلية، فإن نحو 38% من الناخبين يشعرون أن بيني غانتس هو الأنسب ليصبح رئيسا للوزراء في مقابل 30% فقط لنتنياهو. لكن نتنياهو يمتلك فرصة مجددا للترويج لنفسه بالقول إنه الشخص الذي يستطيع وقف إنشاء دولة فلسطينية. ومن هذا المنطلق فإن الناخبين على الرغم من كرههم له سيقدمون على تصويت له بسبب عقدة 7 أكتوبر. ولمناقشة هذه التطورات بالتأكيد ينضم إلينا من القدس المحلل السياسي إلي نيسان، وينضم إلينا كذلك من رام الله الكاتب والباحث السياسي جمال زقوت، ومن القاهرة عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا دكتور عماد جاد. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من السيد إلي نيسان. تفضلي. أهلا بكم جميعا. في البداية، ما الذي يعنيه دعم حزب شاس أكبر الأحزاب الحليفة لنتنياهو لهذه الصفقة المحتملة بين حماس وإسرائيل؟ والسؤال سيد إلي نيسان، لا تسمعني؟ أسمعك، ولكن ما هو السؤال؟ إذا لم تسمعني، ما الذي يعنيه دعم هذا الحزب الكبير أكبر الأحزاب الحليفة لنتنياهو لصفقة التبادل المقترحة والمحتملة، حزب شاس أكبر الأحزاب الحليفة؟ هل هذا يعني بأن نتنياهو يمكن أن يوافق على هذه الصفقة بدعم هذا الحزب؟ إذن فعلا الحكومة منقسمة بين مؤيد وبين معارض. سمعنا يوم أمس حزب المتدينين المتشددين دجل التورا الذي يدعم موقف نتنياهو بكل ما يتعلق بالتوصل إلى صفقة المخطوفين أو الرهائن، واليوم شددت حركة حماس بأنها أيضا تدعم رئيس الوزراء. هناك 5 أعضاء كنيسة من الليكود الذين يعارضون التوصل إلى هذه الصفقة. تقصد شاس صح؟
طبعا شاس برئاسة وليس حماس. آسف. نعم. وهناك 5 أعضاء كنيست من الليكود الذين أبدوا عن معارضتهم للتوصل إلى أي اتفاق بهذا الموضوع، وعليه نتنياهو اجتمع بشكل منفرد مع أعضاء الكنيست لإقناعهم بالتوصل إلى هذه الصفقة. صحيح أن هناك وزيرين من في الحكومة، بن غفير وسموتريتش، اللذان يعارضان التوصل إلى أي صفقة بهذا الموضوع، وهذا هناك نقاش بهذا الموضوع، لأن ولكن في الأخير نجح في مسعاه. بس أكمل الجملة، لأن كما أعرب الخمر الروحي لهذه الأحزاب، لأحزاب بن غفير وسموتريتش، قال أن فقط هذا بمثابة تهديد، ولا يمكن أن الوزيرين ينسحبا من الحكومة، لأن انسحاب من هذا القبيل يؤدي إلى اعتلاء اليسار سدة الحكم. وأذكر أن هذا الأمر حدث في الماضي في حكومة رئيس الوزراء آنذاك يتحك شمير، عندما اليمين برئاسة والدة تحيى النقبي الذي هو اليوم يترأس المجلس الوطني برئاسته، هي التي أسقطت الحكومة، ثم اعتلى اليسار وتوصلنا إلى اتفاق أوسلو. ولذلك الحكومة في هذا المضمار منقسمة، ولكن كما سمعنا أيضا من المتحدث باسم دولة قطر أن أيضا حركة حماس لم تعطي أي جواب بهذا الموضوع. حركة حماس نناقش مع السيد جمال، ولكن في الناحية الإسرائيلية أتحدث معك سيد إيلي، في الأخير هل نجح نتنياهو بالحصول على دعم ما؟ هل يمكن أن يحصل على دعم ما لقبول هذه الصفقة؟ أنا أقول أن نتنياهو في هذا الأوان هو في مأزق. نعم. وقبل قليل أنا تسلمت خبر بمكتب رئيس الوزراء أن مفاده أن نتنياهو صحيح يعتني بصفقة المخطوفين، ولكن هو لن يكف على مواصلة الحرب ضد حركة حماس والقضاء على القوة العسكرية لحركة حماس. صحيح أن حركة حماس تطالب كما سمعنا قبل قليل أيضا بالتزامات إسرائيل وضمان أوروبي وأمريكي وكل العالم بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، هذا الأمر كما قال نتنياهو أيضا في الاجتماع الذي كان يوم أمس في لجنة الخارجية والأمن التابعة وللكنيست، ونتنياهو حضر هذا الاجتماع، هذا الأمر لا يمكن أن يكون على أرض الواقع، بمعنى أن إسرائيل خرجت للحرب ضد حركة حماس بعدما حدث في 7 أكتوبر ومقتل واختطاف أكثر من 1400 و 1450 من مواطني دولة إسرائيل. الشرط هو أن إسرائيل توافق على المرحلة الأولى حتى إعادة المخطوفين من النساء والأطفال والأولاد والمسنين والمرضى، ثم يبدأ في اليوم 16 تبدأ محادثات بوساطة مصرية وبوساطة قطرية حول ما يحدث في المرحلة الثانية، ولكن لا يمكن أن إسرائيل تتعهد سلفا بأن هي في المرحلة الثانية قبل أن يتم إطلاق سراح الجنود والمجندات، أن إسرائيل تتعهد بأنها تنسحب من قطاع غزة وتتعهد بوقف إطلاق النار، وثم حركة حماس تستعيد قوتها العسكرية. على العموم في النقطة الثالثة أو في المرحلة الثالثة هناك حديث عن حماس وعن سلاح حماس. سأعود إليك السيد إيلي، ولكن إلى السيد جمال في هذا الشق الذي تحدث عنه السيد إيلي بأن إسرائيل ترفض هذه النقاط، لا تعتقد إسرائيل لغاية الآن بأنها قد تقبل بأن تصل إلى وقف تام للأعمال القتالية أو وقف تام للنار، كذلك لن تقبل بوجود حماس. ماذا عن حماس؟ هل الصيغة مناسبة لحماس؟ هل ستقبل حماس هذه الصيغة التي قدمت لها؟ أو على الأقل ما نعرفه حول ما قدم في هذا المقترح؟
مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيوفك الكرام. أنا أعتقد أن الأولوية العليا ليس فقط لحركة حماس بل للشعب الفلسطيني بكل مكوناته هو وقف هذه الحرب، وأعتقد أن هذه الأولوية باتت يعني أولوية كل صناع القرار الدولي بما في ذلك البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى يعني الدول الكبرى سواء كان في بريطانيا أو الصين أو روسيا أو يعني التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى. إذن هناك تقاطعات كبيرة بأن المجتمع الدولي والعالم سئم هذه الحرب، وسيما أن يعني إسرائيل التي تتوعد على مدار 8 أشهر بأن تحقق أهدافها العسكرية المعلن منها وغير المعلن، وأهدافها السياسية المضمرة والمعلنة بما في ذلك يعني كما كان في بداية الحرب تهجير الفلسطينيين خارج حدود قطاع غزة. كل هذه الأهداف تبين أنها يعني غير قابلة للتحقيق، ولذلك الولايات المتحدة التي قدمت كل أشكال الدعم لإسرائيل على مدار الأشهر 8 الماضية وهي تدرك أن يعني المحاولة الأخيرة التي تقدمت بها مصر وقطر بالتنسيق مع الوسيط الأمريكي أفشلها نتنياهو عندما اجتاح مدينة رفح، لأنه كان يرفض هذه الصفقة وكان يناور. السؤال المطروح الآن نتحدث يعني عن الجانب الفلسطيني ما تم تقديمه بالضبط، نتحدث عن تفاصيل قدمت في هذا المقترح من مبادئ فيما تم تقديمه من مبادئ في خطاب الرئيس بايدن والتي اعتبرها البعض أنها مبادرة رغم أنه تحدث أن هذه ورقة إسرائيلية. حركة حماس رحبت من حيث المبدأ بهذا الأمر، ولكن أنا أعتقد المبادئ التي قدمت من الرئيس بايدن تشمل يعني وقف مستدام أو دائم لإطلاق النار، وهذا ما تعترض عليه إسرائيل وتحاول يعني أن تتلاعب في هذا الأمر لتبقي إمكانية استئناف الحرب في أي وقت. أنا أعتقد أن النقطة الثانية التي يمكن أن تكون مثار اختلاف مع حركة حماس هو ضمان الانسحاب الشامل من قطاع غزة، وأنا أعتقد أن يعني التصريحات الأمريكية السابقة كانت تقول وبكل وضوح أن أي ترتيبات قادمة يجب أن تتضمن عدم بقاء الجيش في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي ومنع إسرائيل من اقتطاع أي من أراضي القطاع. أنا أعتقد هذين المبدأين التي تبنتهما الإدارة الأمريكية يمكن أن يشكلها أساساً للتوصل إلى حل وسط بالصياغات أو بالمراحل من أجل أن تتقدم يعني هذه الصفقة نحو التنفيذ سواء كان بالمرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة أو وجود ضمانات حتى بعد المرحلة الثالثة، لسبب بسيط أن الشعب الفلسطيني كما قلت بكل مكوناته بما في ذلك حركة حماس التي لا يمكن هي بنفس الوقت أن تقبل بأن يضمر نتنياهو بأن يحصل على يعني ما يريد من ناحية ثم يواصل الحرب للقضاء على من يفاوضه. هذا الأمر يعني متنبه له حركة حماس، وهي الآن في ميزان معيار دقيق بين المصالح الوطنية الفلسطينية وبين ما يمكن أن تقدمه يعني لحين الوصول إلى ضمانات أو آليات قابلة للتنفيذ دون تراجعات إسرائيلية. في هذا السياق أنا أعتقد أن هناك نقطة غائبة، وما أشرت إليه إلى مستقبل حركة حماس بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أنا أعتقد أن الخريطة الفلسطينية تقول بكل وضوح أن حركة حماس هي جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وأن حركة حماس كانت قد تقدمت بالحديث مع الأشقاء في مصر منذ بداية الحرب على أنها يعني لا ترغب في أن تنفرد بحكم قطاع غزة على الإطلاق، بل هي مستعدة للتعامل مع حكومة وفاق وطني غير فصائلية، أي أن حركة حماس غير موجودة فيها. هذا من ناحية يلبي ولو شكليا، ولكن سيد جمال ولكنه في نفس الوقت مصلحة، هي موجودة كبند مصلحة وطنية فلسطينية. مستقبل حماس وموجود في بند في المرحلة الثالثة. سأعود إليك لنقاش هذه النقطة الأساسية، ولكن أنا مسألة إخراج حركة استبقنا كثيرا هذه النقطة. أنا مسألة إخراج حركة سيد جمال، دعنا نفهم في البداية ما هو المقترح، لأنه غير مفهوم لغاية الآن، إن كان إسرائيليا ولكن مرفوض من الناحية الإسرائيلية، حماس ما موقفها؟ سأعود إليك في نقطة مستقبل حماس بالتأكيد ومستقبل القطاع، ولكن دعنا نشك في الحوار الدكتور عماد أيضا. دكتور عماد، الآن
قدم مقترح سمي مقترح بايدن ولكن في الحقيقة هو مقترح إسرائيلي، ومع هذا إسرائيل مختلفة، أو أقصد حكومة الحرب مختلفة حوله، وحتى المسؤولين والأحزاب السياسية مختلفة حول هذا المقترح في النهاية. حماس على الأقل تقول إنها توافق أو تتعامل بإيجابية أو تنظر بإيجابية إلى الخطوط العريضة التي قدمت لها. مع كل هذه المؤشرات والمعطيات، هل تعتقد بأنه يمكن الوصول إلى صفقة فعلا؟ يعني في الحقيقة أستاذ سارة، أي مراقب أو محلل أو متابع تصيبه الدهشة والحيرة من التصريحات المختلفة من الأطراف المعنية. يعني في الحقيقة بايدن قدم مقترح، قال أنه مقترح إسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية مختلفة حواليه، قطر بتقول أن عايزين ضغط على إسرائيل وعلى حماس للقبول، من الذي قبل ومن الذي لم يقبل، وما الذي قبل وما الذي لم يقبل. يعني في الحقيقة شيء يعني مثير للاضطراب، لا المحلل يستطيع أن يحلل، ولا هناك معلومات متكاملة، ولا في وضوح في الرؤية. باختصار إجابة لسؤال حضرتك بشكل مباشر، ما يحدث من تغييب عمدي لأجزاء من المعلومات والحديث في العموميات والابتعاد عن التفاصيل، رغم أنني لا أقول أن الشيطان يكمن التفاصيل، المفاصل تكمن في التفاصيل. يعني بمعنى أن يعني المرور للاتفاقات يكمن في التفاصيل وليس في العموميات. نعم. ما نسمعه حتى الآن هي عموميات، لكن عموميات تدور حول المواقف الجوهرية. يعني مثلا الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يمكن أن تقبل بأن تستمر حماس مسلحة في القطاع، هذا أمر يعني مهما قيل هذا أمر مرفوض بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. الآن لا يوجد وضوح من حتى يعني التحليلات العامة تتحدث عن حماس جزء من الشعب الفلسطيني. نعم حماس جزء من الشعب الفلسطيني، لكن لن تقبل حماس بالسلاح. هنا دور قطر، موقف الحكومة الإسرائيلية. يعني أقصد أقول يا أستاذة سارة أن الموضوع حتى الآن غامض، وأنا لا أرى فيما يجري حتى اللحظة التي نتحدث فيها ما يبشر بإمكانية التوصل إلى اتفاق. نعم. للمرحلة الأولى على الأقل لا يوجد مؤشر بالنسبة لي، لأن الغامض في الموضوع أكثر من الواضح، وتعمد الغموض أيضا واضح في هذا الأمر. ودائما في إطار الغموض الذي تتحدث عنها الدكتور عماد في الناحية الإسرائيلية، وهذا سؤالي للسيد إيلي، مثل ما ذكرنا بأن هذا المقترح من المفترض بأنه إسرائيلي قدم من بايدن، ولكن هو الآن مختلف عليه في الداخل الإسرائيلي. إذن هناك من يرفض وقف تام للحرب، ما البدائل إذن المطروحة من قبل الرافضين لإنهاء الحرب في الداخل الإسرائيلي؟ سيد طيب. أنا أرد على السؤال، بس أنا أريد أن أرد على ما قاله جمال باختصار من فضلك. باختصار سيد جمال، على ما أنت تتحدث على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، هل سمعت التصريحات التي أفضى بها رؤساء حركة حماس من أنهم يريدون الحرب ضد إسرائيل والقضاء على إسرائيل، وهم لا يريدون أن يكون نزع الأسلحة في قطاع غزة، وهم يريدون السيطرة على قطاع غزة؟ ثانيا، أنت تتحدث باسم الشعب الفلسطيني حركة حماس. أنا سيد جمال أريد أن أذكرك موضوع واحد، هل تتذكر كم جولة محادثات كانت بين السلطة الفلسطينية وبين حركة حماس لرأب الصدع حول الخلافات؟ سيدي لي، هذا موضوع فلسطيني، أجبني على سؤالي من فضلك. هذا موضوع فلسطيني فلسطيني، أجبني على سؤالي عن الداخل الإسرائيلي من فضلك. أنا برد، وكل هذه المحاولات والجولات لم تتكلل بالنجاح وباءت بالفشل الكامل حتى اليوم. ثانيا، أنا أقول
أن رغم الانقسامات في إسرائيل بهذا الموضوع، إسرائيل قدمت تنازلات سخية لحركة حماس، والطرح الإسرائيلي الذي قدمته إسرائيل والولايات المتحدة وأفضى به الرئيس الأمريكي رغم النقاشات الموضوع الموجودة في الداخل الإسرائيلي، لن يكون انسحاب إسرائيل. صحيح أن هناك قضية المخطوفين، إسرائيل تريد الانتهاء من هذه القضية، ولكن لن يكون انسحاب كامل. جمال أن تسمع كلامي، لن يكون انسحاب كامل من قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وهذا ما يرفض بالتأكيد فلسطينيا. هنا انتقل السيد جمال، إذا في مسألة الانسحاب التام هذا المقترح يطرح الانسحاب التام في المرحلة الثانية. سيد يلي دعني أطرح سؤالي على السيد جمال، هذا المقترح يطرح أو يضع بند الانسحاب التام للجيش الإسرائيلي في المرحلة الثانية، كما يضم في المرحلة الثالثة بند أن لا يكون لحركة حماس إطلاقا أي مستقبل في مسألة أو أن لا تعود لحمل السلاح. ما الذي يفهم من المقترحين أو البندين يعني، وهل يمكن الالتزام بهما؟ باختصار شديد من فضلك سيد جمال. يعني أنا أعتقد بأن يعني ما يحاول إلي نيسان الإشارة إليه بأن يعني الانقسام مستعصى، الانقسام مصلحة إسرائيلية، وأنا أعتقد أن نتنياهو يوافق على هذه الصفقة من حيث المبدأ من أجل يعني إدامة هذا الانقسام وتحويله الانفصال، وهي الأداة الرئيسية التي ستمكنه إذا استمرت من منع قيام دولة فلسطينية رغم كل يعني ما يشبه الإجماع الدولي والاعترافات الأوروبية المتتالية إزاء يعني الدولة الفلسطينية على حدود عام 67. أما بما يخص أن حركة حماس تريد إبادة إسرائيل فهذا كلام يعني أصبح من الماضي. حركة حماس يعني أعلنت موافقتها على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقالت بأن هذا يعني طالما هو خيار الإجماع الفلسطيني فهي ملتزمة به، بل أكثر من ذلك قالت عندما يكون ذلك متاحا أو في مسار مضمون غير قابل للتراجع هي مستعدة أيضا أن تتخلى عن سلاحها. لا يمكن أن يطلب من شعب يعني يعيش الاحتلال، وبالمناسبة يعني الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني لم تبدأ في 7 أكتوبر، أنا لا أقول فقط أنها بدأت من عام 48، هناك 5 حروب كانت على قطاع غزة، وهناك حرب المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية على مدار السنوات الماضية، وعدد واسع من الفلسطينيين يقتل يوميا في الضفة الغربية. إذن لا يمكن أن تكون معادلة يعني أن الشعب الفلسطيني أن يرفع يديه مقابل عدم التزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال. أنا أظن في كل الأحوال أن المواقف ليست حماس بعيدة بالمد الأخير. هذا يعني بأن حركة حماس لن تقبل بالمد الأخير. نعم لا. حركة حماس لن تغيب من المشهد الفلسطيني، ولكن حركة حماس انتقاليا وإلى حين الوصول إلى ضمانات في المسار السياسي قالت وبوضوح أنها يعني من حقها أن تكون جزء من القرار السياسي العام في سياق منظمة التحرير. أما بما يخص الحكومة الفلسطينية فقد قدمت حركة حماس اقتراحا يعني يجعلها خارج الحكومة والحكم، وأن يكون هناك حكومة انتقالية لمدة 3 سنوات تتولى من رام الله. كنت معنا كاتب البحث السياسي جمال زقوت، شكرا جزيلا، من القاهرة، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد، وكان معنا كذلك من القدس المحلل السياسي إلي نيسان، شكرا. إلى ملف آخر الآن، حيث أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده ستمارس ضغوطا على إيران لكي تحترم التزاماتها الدولية في الملف النووي. وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن ماكرون أعرب عن قلقه العميق بشأن مسار البرنامج النووي الإيراني. وقدمت باريس مع لندن وبرلين مشروع قرار الاثنين الماضي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين إيران لعدم تعاونها مع الوكالة ويطالب بمحاسبة طهران. وفي المقابل لوحت إيران بالرد في حال اعتماد مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة قرارا جديدا بإدانتها رغم تحفظ الولايات المتحدة عليها.
ووفقا لمحمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن طهران سترد وفقا لما أعلنت سابقا بتقليص التزاماتها النووية في حالة صدور قرار ضد إيران عن مجلس المحافظين. وخلال الاجتماع الفصلي الأخير للمجلس في مارس الماضي، علقت القوى الأوروبية خططها لمواجهة إيران لعدم حصولها على تأييد واشنطن، فيما يقول دبلوماسيون إن واشنطن تنفي عرقلة الجهود الأوروبية لمحاسبة إيران، لكنها تخشى أن تؤدي خطوة كهذه إلى تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، في حين أن الولايات المتحدة تتحضر لانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط الدكتور إبراهيم الأصيل. سيد إبراهيم، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. دكتور، واشنطن تقول إنها لن تعرقل المشروع الأوروبي ضد إيران، ولكن لديها مخاوف من تأثيراته وتبعاته بالتأكيد على التفاوض النووي. هل يعني هذا بأن واشنطن ستمنح تأييدها لهذا المشروع أم تتحفظ مثل ما فعلت في مارس الماضي؟ مرحبا بك، مساء الخير. بالفعل تتعرض إدارة بايدن للكثير من الضغوطات، سواء من الحلفاء الأوروبيين أو حتى من داخل واشنطن من قبل الكثير من أعضاء الحزب الجمهوري، الذين يرون بأن بايدن يتساهل بشكل كبير مع الملف النووي الإيراني، وبأن ذلك قد يدفع الإيرانيين إلى الشعور بأن واشنطن غير جدية في التعامل معهم، وبذلك يزيد من نسبة تخصيب اليورانيوم ويتقدم أكثر باتجاه القنبلة النووية. الآن إيران هي قنبلة على دولة على عتبة القنبلة النووية. بعض التقديرات تشير إلى أنها ربما تستطيع تخصيب اليورانيوم لتصل إلى القنبلة النووية في أسبوع واحد، وخلال 6 أشهر تتمكن من تصنيع رأس حربي قادر على حمل هذه القنبلة لاستخدامها. من الجدير أيضا الذكر بأن الخلاف بين الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية لا يتعلق فقط في الملف النووي الإيراني، بل على الخطر الذي تشكله إيران أيضا. فالأوروبيون يرون بأن إيران أصبحت شبه شريك في الحرب الروسية داخل أوكرانيا مع كل الأسلحة التي تقدمها إلى موسكو باستمرار، وإن هذا يتطلب زيادة الضغوط على إيران وعدم التساهل معها، رغم اقترابنا طبعا من الانتخابات الأمريكية، بل إن هذا سبب أساسي لإرسال إشارة واضحة إلى طهران بأن المجتمع الأوروبي والأمريكي لن يتهاون معها في الأشهر القادمة. نعم، إدارة بايدن الآن ربما ستكون على موعد مع جولة تفاوض جديدة مع الإيرانيين حول النووي، ولكن هل فعلا إدارة بايدن مستعدة لعقد هكذا صفقة قبل الانتخابات الرئاسية، أم تفضل أن يطول التفاوض إلى ما بعد الانتخابات؟ لا يمكن لإدارة بايدن حاليا أن تعقد صفقة مع الطرف الإيراني، نظرا لعلاقة إيران مع روسيا من جهة، فأي تقارب معها سيثير من حفيظة الأوروبيين، وأيضا طبعا الحرب الدائرة الآن في غزة والمواجهات والصدامات التي جرت بين إسرائيل وإيران، أي تفاوض الآن مع الإيرانيين أيضا سيشكل أزمة كبيرة بين تل أبيب وواشنطن من جهة، وبين واشنطن والحلفاء الأوروبيين من جهة أخرى، وأيضا ستكون ورقة سيستخدمها الرئيس السابق ترامب بشكل كبير في الجدل الرئاسي والحملة الانتخابية. نعم. ليشير إلى ضعف بايدن، ليشير إلى عدم التزامه بخطة واضحة ورؤية واضحة واستراتيجية واضحة في التعامل. ولكن في هذه المعادلة عفوا دكتور، هناك إيران التي ترغب بصفقة سريعا وتسميها لرفع العقوبات لأسباب اقتصادية، كذلك حتى في مسألة المشروع الأوروبي هي تهدد برد مماثل أو بإجراءات. ما المتوقع في ردود الفعل الإيرانية، وما الذي تنتظره واشنطن من إيران؟ يمكن لإيران طبعا بأن تصعد عن طريق أساليب غير متناظرة، عن طريق ميليشياتها المنتشرة في العراق، في سوريا، في اليمن، أيضا علاقتها بالحوثيين. يمكن للنظام الإيراني أن يطلب من الحوثيين أن يزيدوا من هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، وطبعا سيكون لذلك أثر كبير على الاقتصاد العالمي، وربما أيضا في ارتفاع الأسعار، وسيؤثر ذلك في النهاية على قدرة بايدن على إقناع الناخبين بالتصويت له مرة أخرى
وهذا ما يخشاه بايدن بشكل كبير جدا. لا يريد أن ترتفع الأسعار في العالم، لا يريد أن يكون هناك أزمة اقتصادية، لذلك لا يريد من أن يزيد من حدة الأزمة مع إيران. ولكن بالمقابل النظام الإيراني الآن يمر بأزمة داخلية، الاقتصاد الإيراني يتراجع وهو الآن مقبل على انتخابات، لذلك يحاول تصدير أزمته، يحاول أن يقول للإيرانيين بأن هذه الأزمة سببها فقط الضغط الغربي وليس الفساد الحاصل داخل إيران وعدم قدرة طبعا النظام الإيراني على إدارة الاقتصاد وتحقيق أي نوع من أنواع التنمية. نعم، شكرا جزيلا من واشنطن، كنت معنا كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط الدكتور إبراهيم الأصيل، شكرا جزيلا. إذن هذه الساعة الأولى من الأخبار الليلة انتهت، نلقاكم على رأس الساعة الثانية، ملفات أخرى تفتح للنقاش بالتأكيد، نبدأ دائما من التطورات الأمنية، هذه المرة من شق التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. السلام عليكم. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عقار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما.
في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول. لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي نناقش فيه أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم، والبداية من هدنة غزة المرتقبة وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وإلى تطورات الحدود اللبنانية الإسرائيلية والمخاوف من مواجهات أكبر. نناقش أيضا تطورات الملف النووي الإيراني والتهديدات الموجهة لوكالة الطاقة الذرية، أخيرا ملف دارفور وتطورات المعارك هناك بين الجيش وقوات الدعم السريع. كل هذه الملفات نناقشها بالتفصيل، والبداية من العناوين. مفاوضات هدنة غزة بانتظار موافقة حماس وإسرائيل. نتنياهو يحاول إقناع الحلفاء وإنقاذ حكومته، وبايدن يراقب. بن كفير يهدد بحرق لبنان ردا على صواريخ حزب الله. مجلس الحرب يجتمع، ورسائل تحذير بريطانية من عملية إسرائيلية وشيكة. إيران تحذر مجلس محافظي الوكالة الذرية من إدانتها، ودبلوماسيون أوروبيون يكشفون عن موقف أمريكي متساهل. ومن نيالا إلى دارفور، سلاح التعطيش يهدد الفاشر، ووزير الصحة يحذر من سعي الدعم السريع لتهجير السكان. السلام عليكم. جبهة أخرى مشتعلة تواجه إسرائيل امتدادا لحرب غزة. النيران المتبادلة عبر الصواريخ والغارات لا تتوقف على حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان، إلى حد بدأت فيه سيناريوهات الحرب الشاملة أقرب منها إلى التهدئة بين حزب الله الذي يقول إن عملياته تأتي ضمن إطار الدعم والإسناد لغزة، وإسرائيل التي تتلاشى أمامها معادلة الردع. اليوم وبناء على دعوة من وزير الأمن القومي إتمار بن كفير، عقد مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعا لبحث الوضع على الحدود اللبنانية، ودعا بن كفير إلى إحراق وتدمير معاقل حزب الله في لبنان ردا على حرائق تجتاح غابات شمال إسرائيل جراء صواريخ ومسيرات أطلقها الحزب. وفي موازاة ذلك، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرسي هاليفي إن بلاده تقترب من النقطة التي سيتوجب فيها اتخاذ القرار، وأن الجيش جاهز ومستعد للانتقال إلى الهجوم. أنهينا جلسة تقييم قبل قليل في كريات شمونة، تقديري لرجال الشرطة والدفاع المدني. على جيشنا أن يقضي على حزب الله، فلا يعقل أن جزءا من دولتنا يهاجم بالصواريخ في المقابل يسود الهدوء في لبنان. علينا حرق كل مراكز ومقرات حزب الله وتدميرها. وننتقل مباشرة وننتقل إلى هذه الصور التي كانت سجلت لاجتماع مجلس الحرب في إسرائيل، الاجتماع الذي يتعلق بالتطورات فيما تسمى بالجبهة الشمالية، الجبهة الحدودية الإسرائيلية اللبنانية. إذن هو اجتماع مجلس الحرب، كان قبله رصدت الكثير من التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تصعيد متبادل كثيف ومع تهديدات إسرائيلية من رئيس الأركان بأنه
يمكن اتخاذ القرار أو بأن الوقت بات يتطلب اتخاذ قرار من ناحية إسرائيل وأن الجيش جاهز ومستعد للانتقال إلى مرحلة الهجوم. هذا وأفاد صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله أن بيروت تلقت مؤخرا رسائل دبلوماسية تتضمن تهديدا جديا بضربة إسرائيلية وشيكة، وجاءت أبرز الرسائل من الجانب البريطاني الذي حدد موعدا للضربة الإسرائيلية منتصف يونيو الجاري مع نصائح بضرورة القيام بإجراءات التموين اللازمة للحرب التي لن يكون معروفا مدى رقعة توسعها ولا مدتها الزمنية. ومن جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه اغتال أكثر من 100 عنصر لحزب الله منذ بداية الحرب 8 أكتوبر. طيب دكتور خلفني بكشة. ونناقش هذه التطورات مع ضيفنا من بيروت العاصمة اللبنانية الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح، ومن واشنطن مارك كيمت مساعد وزير خارج الأمريكي الأسبق للشؤون العسكرية والسياسية. أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا من بيروت الدكتور مكرم. إذن تطورات كثيرة على المنطقة الحدودية اللبنانية الإسرائيلية، تصعيد متبادل بالتأكيد مع تحذيرات هذه المرة بريطانية من احتمال شن عملية كبيرة إسرائيلية على الغالب في يونيو المقبل. لا يعلم إلى غاية الآن أو لا تعلم رقعة الجاري وليس المقبل بالتأكيد، لا تعلم إلى غاية الآن رقعة هذه المواجهة أو هذه الحرب حتى بحسب البريطانيين. إلى أي حد يمكن للبنان رسميا حزب الله أو الحكومة اللبنانية أن توقف أي تصعيد وكيف؟ لا أعتقد أن بهذه المرحلة بالذات حزب الله يستطيع تفادي المحطم وهي مواجهة مفتوحة مع الطرف الإسرائيلي. وليس علينا أن نأخذ المعلومات من الطرف البريطاني، بل من الأجدر التركيز على حركة المبعوث الرئاسي الخاص إيميس هوكستين. نعم. الذي حاول في بداية الحرب أن يصل إلى نوع من اتفاق 17-01 معدل يقوم من خلاله بوقف إطلاق النار وإجبار حزب الله على الانسحاب من منطقة جنوب بريطانيا. ولكن رأينا بأن حتى إيميس هوكستين قد وصل إلى طريق وقال صراحة إلى نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني بأن الطرف الإسرائيلي لا يكترس بالطرف اللبناني، وهو يعرف تماما بأن حزب الله لن ينسحب من هذه المنطقة وأن العمل العسكري والأهداف العسكرية هنا واضحة. وليس علينا أن نركز على تصريحات الصقور في الحكومة الإسرائيلية، بل علينا أن نركز على تصريح قائد الجيش هليفي الذي هو عسكري محترف، وهو يقول بأنه جاهز. ومن هنا علينا أن نعي بأن الموضوع ليس بين حمائم وبين صقور، بل هناك تحدي واضح للحكومة الإسرائيلية على الحدود الشمالية، وأن الطرف اللبناني وهنا حزب الله قد حاول أن يتنصل من مسؤولية فتح الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وأن الطرف الإسرائيلي هو حاضر بعكس ما كان الوضع عليه في فلسطين عندما قامت حماس بعملية طوفان الأقصى، مما يعني بأن توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية قادم. ولكن حتى الآن لا نعرف بأن كان هذا العمل العسكري سيشمل
غزو بري كما حصل سنة 82 وسنة 2006 أو سيقتصر على استهداف حزب الله في العمق اللبناني كما كان الحال سابقا؟ أناقش معك الشق اللبناني بالتأكيد، ولكن ربما هناك من يعتقد بأن الجيش الإسرائيلي على عكس ما تقول دكتور مكرم غير جاهز، هو الآن في حرب مشتعلة منذ 8 أشهر في غزة لم يحقق الكثير فيها في مسألة الأسرى، هو كذلك الآن يواجه اتهامات ويواجه قضايا جنائية دولية، ولكن هذا شيء سيعطيه دافع أساسي أو دافع إضافي، فإن كانت الجيش الإسرائيلي لا يكترس لكل هذه الاتهامات ومذكرات إلقاء القبض الصادرة بحق قياداته، لماذا سيتردد في ضرب العمق اللبناني، علما أن فيما يتعلق بضرب حزب الله هم في حالة دفاع عن النفس، كون باعتراف حسن نصر الله هو الذي فتح الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة. وهنا يؤكد على شيء، بأن الطرف الإسرائيلي، وهذا شيء قد توصل له حزب الله، قد تعلم من حرب 2006، فعلى عكس ما كان سنة 2006 أن قائد الجيش أنذاك كان ينتمي إلى سلاح الجو، أما الآن قائد الجيش فهو ينتمي إلى القوات الخاصة، وهم يعرفون، وهذا شيء أساسي، بأنهم يملكون كل المعلومات الدقيقة عن أماكن تواجد مقاتلي حزب الله وخطوط إمدادهم، وأن حزب الله، وهنا الأهم، قد تحول من حزبا صغيرا يقاتل حرب العصابات إلى منظمة أو جيش نظامي، وذلك بعد تورطه في القتال إلى جانب بشار الأسد في سوريا، وهذا يجعل من مهمة الإسرائيلي أسهل وأدق، إذا لم يقدر يدمر حزب الله بشكل تام هو يستطيع أن يكبده خسائر كبيرة. إذا لم تعقد صفقة قبل تحقيق ذلك، وهنا أنتقل للسيد مارك كيمت، هيئة البث الإسرائيلية قالت أن واشنطن الآن بعد صفقة غزة التي طرحها بايدن وكانت أساسا مبنية على رؤية إسرائيلية، ولكن هي الآن أي واشنطن تركز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تحاول كذلك أن تعقد صفقة بين حزب الله وبين إسرائيل من أجل تهدئة طويلة الأمد في هذه المنطقة الحدودية. ما الصفقة المحتمل طرحها من قبل الأمريكيين للتهدئة في هذه المنطقة؟ تحياتي لك سارة ولضيفك الكريم في لبنان ولمشاهديك. إنك تشيرين إلى هذه الأراضي على أنها تابعة لحزب الله، لأن بيروت ليس لديها السلطة على هذه الأراضي، ومن الواضح جدا بالنسبة لي وللولايات المتحدة الأمريكية أن السياسة الخاصة بال خروج قوات حزب الله جنوب الليتاني تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي هو سبيل الصحيح، وبمجرد قيام حزب الله بذلك دون إطلاق أي طلقة كلما كان ذلك أفضل. إسرائيل تبحث عن منطقة أمنية حتى تعيد مواطنيها إلى مساكنهم، وهذا طبعا يشبه ما شاهدناه قبل 5 أعوام عندما غزت تركيا شمال سوريا لإقامة منطقة عازلة ضد الحزب العمال الكردستاني. وإسرائيل لديها حق مشروع لضمان أن سكانها على الحدود لا يواجهون تهديدات قوى خارجية، ورأي إسرائيل بأنه إذا ابتعد حزب الله عن منطقة الليتاني وفقا للقرار 1701، أن المنطقة بين الليتاني والحدود الإسرائيلية تراقبها قوات اليونيفيل، أعتقد أن هذا يمكن أن يتم دون أي عملية قتل. لكن إذا رغب حزب الله في القتل، من الواضح أن الإسرائيليين مستعدون للقتال، وبعد 9 أشهر من الحرب فإن الجيش وصل إلى ذروته وكذلك عزز ثقته، وبالتالي سيكون من المنطقي وسيكون عملية منسقة إذا ما هاجم الجيش الإسرائيلي حزب الله. أود أن أضيف أنني أختلف معك سارة فيما يتعلق بأن إسرائيل لم تحقق أي أهداف في غزة، إسرائيل في طريقها لتحقيق أهدافها هناك. نعم، الأهداف التي لم تحققها هو استعادة كل الأسر، هذا كان الهدف الأساسي الذي أعلن من قبل نتنياهو. على العموم غزة نقاش ربما منفصل
عن ما نتحدث عنه الآن، ولكن دعني فقط أشير السيد مايك، إذن ما الذي تحقق مع أننا لسنا في نقاش لغزة عسكريا؟ هل استعادت إسرائيل كل الأسرى؟ ألم يكن هذا الهدف الأساسي والأول؟ أولا تدمير البنية التحتية، الأهداف المحددة هي تدمير حماس واستعادة وتدمير بنيته التحتية وكذلك استعادة الرهائن، هذا هو الهدف الثالث. وطبعا إسرائيل قامت بتدمير الكثير من حماس وبنيته التحتية، وصحيح لم تحصل إسرائيل إعادة لكل المهاجرين، لكن القول بأن إسرائيل لم تحقق أهدافها أو أي من هذه الأهداف هذا ليس بالأمر الصحيح. لكنها لم توقف الضربات أو الصواريخ التي تأتي من مناطق حماس، وكذلك لم تأتي بالأسرى بعد 8 أشهر من عملية عسكرية. على العموم غزة نقاش مفصل، ولكن دعني فقط أشير بأنني حينما تحدثت عن حزب الله ليس لأنه الحاكم الفعلي لهذه المنطقة، ولكن ببساطة لأن التصعيد الآن بين حزب الله وبين إسرائيل. ولكن سؤالي لك سيد كيمت، باعتبارك تتحدث عن القرار 2701 وعن ضرورة ابتعاد حزب الله لكيلومترات من نهر الليطاني، لماذا يجري نقاش 1701 فقط كالتزامات من الجانب اللبناني؟ إسرائيل كذلك عليها أن تلتزم ببعض البنود، وبينها أن تخرج من مناطق لبنانية. هل يجري نقاش هذه البنود أو التزامات الإسرائيلية أيضا الآن؟ بطبيعة الحال، لكن الإيحاء بأن هذه الأراضي أراضي لبنانية هذا أمر ليس بالدقيق، قد يكون ذلك صحيح على الخارطة أو يكون حبرا على الخارطة، لكن الجميع يدرك بأن الحكومة الشرعية للبنان لا تسيطر على هذه الأراضي وهي خاضعة تماما لسيطرة منظمة إرهابية معلنة وهو حزب الله، وبالتالي هذه الأراضي ليست تابعة للبنان إلا على الورق. هنا ننتقل إلى لبنان ولا دكتور مكرم، قبل أن نتحدث عن نقاط 1701، ولكن دعني فقط أتذكر معك منذ فترة كنا قرأنا بأن المبعوث الفرنسي تسلم جوابا من لبنان وقال إن هناك مؤشرات إيجابية أو قال إنه إيجابي. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أقصد صفقة تهدئة أو إجراءات ما على المنطقة الحدودية؟ كان هناك العديد من الطروحات، أحد أهم هذه الطروح هو أن يقوم الطرف الفرنسي بالانتشار إلى جانب الجيش اللبناني في منطقة 1701، ويكون هناك تواجد لبعض القوات أو المستشاري التابعين للولايات المتحدة من الجانب الإسرائيلي، ولكن هذا الطرح غير واقعي، كون هذا يعطي حزب الله نوع من غطاء سياسيا ويربح حزب الله هذه المواجهة. يضاف إلى ذلك الطلب من حزب الله فعليا الانسحاب من جنوب لبنان هو طلب غير مستحيل، فكما تعرفين بأن حزب الله يسيطر على هذه المنطقة، وعدم حمله للسلاح هذا لا يعني بأنه انسحب من هذه المنطقة، ولكن الأهم وهذا أعتقد هنا الخطر بأن الطرف الإسرائيلي قد وصل إلى قناعة، وقد تكون هذه القناعة صائبة، بأن حزب الله لديه القدرة على رفع من جهوزية أي تنظيم عسكري مسلح إن كان يشبه حماس أو تلك التنظيمات التي تدور بفلكه من التنظيمات السنية إن كانت تتبع الطرف الفلسطيني أو بعض المجموعات المتطرفة اللبنانية. وكل ذلك يعودنا إلى فكرة أساسية بأن إيران وإسرائيل تقاتل بعضها على أرض فلسطينية وعلى أرض لبنانية، ومن يدفع الفاتورة في آخر المطاف ستسارة هو الشعب اللبناني الذي يتم تدمير تلك القرى ويتم خلق هذه المنطقة العازلة بقوة النار وبقوة الدم. نعم، أشير إلى خبر عاجل في تطورات غزة قبل أن أعود إليك الدكتور مكرم والسيد كيمت. الخارجية الأمريكية تقول الآن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد أن حماس هي التي تقف بطريق التوصل لهدنة في غزة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية أو بايدن كان تحدث عن هدنة وعن مقترح هدنة مبني أساسا على مقترح إسرائيلي من 3 مراحل. حماس قالت أنها تنظر بإيجابية للخطوط العريضة. في الداخل الإسرائيلي هناك خلافات حول هذا المقترح، وإلى غاية الآن لم ترد إسرائيل بالموافقة، ولكن الخارجية الأمريكية تقول الآن إن حماسية من تعرقل التوصل لهدنة
هدنة تبادل الأسرى وهدنة وقف للنار التام في غزة. أعود للسيد مارك كذلك ولكن في التطورات اللبنانية الإسرائيلية. إذن الولايات المتحدة الأمريكية معنية بتهدئة في هذه المنطقة وبعدم التصعيد أكثر في الحدود. هل يمكن أن نرى تحركات جديدة أمريكية خاصة بأنه مثل ما قال الدكتور مكرم كان يعول كثيرا على المبعوث الأمريكي في المنطقة؟ نعم، أعتقد أن أموس هوكستين هو وسيط جيد لتسوية هذه الأزمة، فلقد حل مشكلة الحدود البحرية، وإذا توفرت النية الحسنة والإرادة الساحنة في إسرائيل ولدى حزب الله فبوسعه أن يحقق هدفه. وأعتقد أن هذه الوساطة الخارجية وهذا الدبلوماسي المتمكن هوكستين قد يحقق هذا الهدف، قد يتوصل إلى تسوية بين إسرائيل وحماس وبين إسرائيل وحزب الله ويحقق بعض التسوية بشأن ما يراه حزب الله بينها أراضي لبنانية جنوب نهر الليطاني. وفي هذه النقطة تحديدا صحيح أن المقترح حول 2701 تضم هذا القرار يضم نقاط والتزامات لبنانية تتعلق بانسحاب حزب الله وبأن تكون المنطقة خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ولكن كذلك يتطلب أو تنفيذ القرار أيضا التزامات إسرائيلية. الدكتور مكرم، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي كان أبدأ استعداد لبنان لتنفيذ هذا القرار، ولكن قال شرط انسحاب إسرائيل من أراضي حدودية محتلة يطالب بها لبنان. هل هذا البند ما زال مستمر حتى في النقاش الحالي أم أننا نناقش الآن لبنانيا فقط مسألة التهدئة؟ أولا علينا أن نبدأ من فكرة بأن نجيب ميقاتي هو دمية لحزب الله، في حين أن الطرح الدبلوماسي الجدي أو إذا عدنا إلى أصل 1701 نرى بأن 1701 لم يحصل عليه حزب الله بفضل سلاحه وفضل قتاله سنة 2006، بل بفضل حكومة فؤاد السنيورة ودبلوماسية طارق متري الذي استطاع أن يجمع نوع من غطاء عربيا خليجيا بالتحديد وغربيا من أجل فرض وقف إطلاق النار سنة 2006. ما يحصل الآن للأسف بأن ليس هناك ثقة إطلاقا بهذه المنظومة، لا سيما المنظومة الذي يقودها الآن نجيب ميقاتي. فالمطلوب إن كان حزب الله جادا في موضوع الدبلوماسي كما كان عندما تنازل عن الخط 29 وأعطى الغاز إلى حزب الله إلى إسرائيل في الصفقة المشهورة في الترسيم البحري، عليه أن يبدأ بإعادة تكوين السلطة وينتخب رئيس جمهورية، على أن يقوم هذا الرئيس الذي يحظى بنوع من غطاء عربيا ودوليا بالوصول إلى وقف إطلاق نار جديد. ولكن حتى الآن في ظل سيطرة حزب الله بشكل تام على الواقع اللبناني، لا أستطيع بأن الكلام عن الدبلوماسية هو كلام واقعي، وما يقوم به الإسرائيلي الآن من استعمال سلاحه لدفع حزب الله إلى الاعتراف بالهزيمة أو حتى التراجع هو خير دليل بأن ليس هناك من طرحا دبلوماسيا جاهزا حتى الآن. على العموم أذكر فقط بأن الجانب اللبناني أو مكتب ميقاتي كان يتحدث عن مزارع شبعة تلال كفر شوبة والقسم الشمالي من قرية الغجر، ويقول مكتب ميقاتي بأن هذه الأراضي احتلت من قبل إسرائيل. هذه كذلك اللي السيد ماركيمت الذي كان يقول بأن ربما ليس هناك أي أراضي لبنانية الآن محتلة من الجانب الإسرائيلي. من بيروت كنت معنا الباحث السياسي دكتور مكرم رباح، شكرا جزيلا. وواشنطن ماركيمت مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون العسكرية والسياسية، شكرا جزيلا لكما. الأوضاع الإنسانية في غزة دفعت السكان إلى استعمال بدائل البدائل، وذلك لمواصلة الحياة وسط الحرب المستعرة. النازحون في مدرسة غزة الجديدة بغرب مدينة غزة يستخدمون البلاستيك لإشعال النار من أجل إعداد الطعام، وذلك بالتزامن مع وقفة للأطفال يطالبون العالم فيها بالتدخل من أجل فتح المعبر لإدخال الاحتياجات. هنا من داخل هذا المركز للإيواء تصنع صباح هذا اليوم النساء خبزا لأطفالهم وأطعامهم، ومع نفاذ غاز الطهي استخدم السكان هنا بدائل أخرى منها الحطب، ولكن نفذ أيضا الحطب فبدأوا يستخدمون بدائل أخرى. سنستمع مع الحاج أم جلال عن هذه البدائل وظروف هذا العمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم قاعدين بنخبز على الصاج وبنخبز بأدوات بلاستيكية زي البربيش زي الجنانة هذه تبعت البلاستيك، وانتم عارفين خطورة البلاستيك وما خطورة البلاستيك. هالآن احنا لما بنولع بالبلاستيك وبنخبز عليها، ايش الأضرار اللي بتنجم عن استخدام البلاستيك؟ احنا بنعرف انه في أمراض كثيرة بتنتج عن استخدام البلاستيك زي السرطان لا سمح الله، زي الأمراض المعدية مثلا، زي أمراض القلب، زي أمراض الاختناق، زي الجهاز التنفس، كل هذه الأمراض نتيجة استخدامنا للبلاستيك اللي احنا استخدمناه كبديل عن الحطب وعن الغاز وعن الأدوات الأخرى. لم يتوفر لنا أي شيء من الأدوات الأخرى زي الغاز وزي الحطب وزي الأشياء السهلة. الآن احنا بنعاني معاناة صعبة جدا، صعبة وأصعب من الصعبة. على الجانب الآخر من هذا المركز للإيواء وقفات ومطالبات بضرورة توفير البدائل المناسبة لحياة هؤلاء الأطفال في ظل التلوث الذي يعيشونه في هذا الواقع من الحرب. وجدت نسبة لا بأس بها من الأطفال يدخلوا في فشل كبدي، يعني أكثر من وبأعراض غريبة جدا، بحيث يحدث يعني أن الكبد يكون كبير في استسقاء في الماء، ثم يحدث فشل وثم يفارق الطفل هذه الحياة. هناك النزلات المعوية الحادة والتي يترتب عليها طبيعي الجفاف الشديد ومضاعفات الجفاف، ومن ثم وقد فقدنا بعض الأطفال. استنفذ المواطنون بدائل البدائل حتى لم يعد لديهم أي خيار، حتى وإن كان هذا على حساب صحتهم. عبد القادر صباح من مدينة غزة لقناتي العربية والحدث. تعلن توقيف الضالعين في الهجوم على مطاعم غربية في بغداد. حقيقية في ليبيا، هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جهود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح. حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حال الملف الليبي، ولماذا يهرب الجميع؟ هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. أعرف الأخبار وتابع الحدث. أهلا بكم من جديد. أعلنت السلطات العراقية توقيف أشخاص متهمين في الضلوع في هجمات على علامات تجارية غربية في بغداد، بينهم أشخاص ينتمون إلى أحد الأجهزة الأمنية. وقالت وزارة الداخلية إن هجمات وقعت الأسبوع الماضي حدثت بحجة الإضرار بالمصالح الأمريكية، وتعرضت 4 علامات تجارية غربية على الأقل بينها فرعان لسلسلة مطاعم شهيرة في بغداد لهجمات لم تتسبب سوى بأضرار مادية. وقبيل هذه الهجمات دعت كتائب حزب الله إلى مقاطعة وطرد من وصفتهم بتوابع الاحتلال التجسسي المستترة بعناوين مدنية، وأن لا تمنح الحرية لنشاطاتها على أن يكون ذلك بأدوات غير السلاح وفق تعبيرها.
أصدر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري قرارا بنشر قوة من المهمات الخاصة في منطقة شارع فلسطين بديلة عن قوات الطوارئ، وذلك بعد أعمال تخريب استهدفت مطاعم وأكالات أمريكية وأجنبية. وقال مصدر أمني أن الشمري وجه بانسحاب فوج طوارئ بغداد السادس من منطقة شارع فلسطين وتسليمه إلى المهمات الخاصة في الشرطة الاتحادية. من القاهرة ينضم إلينا مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية الدكتور رائد العزاوي. الدكتور رائد، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار ليلى. دعني أبدأ معك من آخر هذه التطورات التي ذكرناها وقرار الداخلية باستبدال الفوج السادس بالمهمات الخاصة. ما الأسباب؟ هل كان هناك أي تراخي أو تساهل من قبل هذه القوى الأمنية لتستبدل لاحقاً؟ بداية تحية تليق بمقامك الكريم سيدة سارة، سيدات الفضلاء، السادة الأفاضل، مشاهديكم. الحقيقة المشهد في العراق خصوصا مع الطائرات الأخيرة خلال هذا الأسبوع تقريبا والهجمات المتعددة أثبتت بلا أدنى شك أن هناك حالة حقيقية من الضغط الداخلي على حكومة سيد السودان، وهناك محاولة لجر العراق إلى أو إعادة ترتيب أوراق أذرع إيران في داخل العراق خصوصا بعد وفاة الرئيس الإيراني خاتمي ووزير خارجيته. وبالتالي أنا أعتقد بأن عملية استبدال القوات الأمنية بقوات أمنية أخرى لن تأتي ثمارها، بمعنى أن هذه القوى المسلحة التي تتأطر بإطار القانون أو بإطار أنها جزء من الجهات الأمنية أو الأجهزة الأمنية قادرة في أي لحظة من اللحظات على إحداث خرق أمني واضح، وهذا الأمر ليس بجديد بالنسبة للمتابعين. الحقيقة المتغير المهم هو محاولة الضغط منذ حوالي أسبوعين وحتى يومنا هذا على الحكومة وعلى القوى الأخرى داخل الإطار التنسيقي من أجل عرقلة عملية تطبيع حقيقي للعلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وصولا إلى مسألة ضرب الاستثمارات الأجنبية داخل العراق. من يريد المقاطعة لديه أدواته وهي أدوات كثيرة، هذه ليست المرة الأولى. العقبة الكبرى ربما لم يهتم كثيرا للإعلام عندما تحدثت السفيرة الألمانية في بغداد وقالت بأن الشركات الألمانية تعاني كثيرا داخل العراق، وهناك أيضا ضغوطات على شركات عربية وأخرى. هذه ليست يعني هذه ليست مقاطعة وليست محاولة من جماعة حزب الله أو بين مزدوجين جماعة رب الله كما تسمي نفسها من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى لها إيران، وهي محاربة إسرائيل على الأرض العراقية أو محاربة الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض العراقية. حالها حال ما تقوم به إيران من محاربة إسرائيل وأمريكا على الأرض اللبنانية واليمنية والسورية. نعم، ذكرت مسألة حزب الله. حزب الله العراقي كان طالب بطرد من سماها بتوابع الاحتلال التجسسية المغطاة بعناوين مدنية، ولكن قال على أن يكون ذلك بأدوات غير السلاح. ومع أننا شاهدنا في الأيام الماضية هجمات بقنابل وعبوات ناسفة في هذه المطاعم، كيف تفسر هذا الأمر؟ شوفي، احنا لازلنا نعاني، لدينا معاناة حقيقية من فهم وتفكيك تفكيك عقلية إدارة هذه الجماعات المسلحة. تتحدث عن محاربة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو مصالح الغرب أو إسرائيل، سميها ما شئتي. في نفس الوقت، في ذات الوقت، هناك أطراف داخل هذه القوى المسلحة ولديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لديها علاقات جيدة حتى مع السفارة الأمريكية، لديها علاقات جيدة من الباطن مع الصقور داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تدرك جيدا بأن هذه البضاعة التي تحدث عنها وهي طرد الولايات المتحدة الأمريكية، طرد القوات الأمريكية، مسألة دعم غزة، كل هذه السردية التي يعني أصبحت بضاعة كاسدة أتلفها الهوى ما عادت تثمر كثيرا في الشارع، لكنها بضاعة أجبرت عليها هذه القوى المسلحة لكي تبيعها إلى العراب أو تبيعها عن أو تباع عن طريقها عبر عرابها إيران إلى العالم. وبالتالي الوصول إلى حديث أنه يمكن أن تحارب هذه القوى، هناك أدوات كثيرة يمكن أن نستخدمها أو أن تستخدم في مسألة مواجهة ذلك. والحكومة العراقية جادة في مواجهة أو دعم القضية الفلسطينية. رئيس الوزراء الفلسطيني سيكون حاضرا في بغداد خلال الأيام المقبلة. العراق يدعم جهود المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وقطر وأصدر بيانات كثيرة داعمة للقضية الفلسطينية. إذن هل يمكن أن تكون هذه الخطوات في إطار تسريع
تسريع التفاهم حول خروج الأمريكيين وخروج التحالف من العراق؟ هذا يمكن أصعب سؤال يعني يمكن أن يطرح على يعني شخص مثلي، لكن أنا أقول لك بكل شفافية ووضوح، مسألة خروج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق ليست كل القوى العراقية حتى الشيعية منها توافق على خروج القوات الأمريكية. تعي جيدا بأن بقاء هذه القوات في العراق هي إمبريلا يمكن أن أيضا تقوم بعملها وأن تكون واحدة من الشماعات التي تضع عليها سلاحها المنفلت ومظلة، نعم مظلة لها حتى تقوم مرة أخرى بالضغط على حكومة السيد السوداني وعلى الحكومات الأخرى. حكومة السيد السوداني نجحت في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة أن لا تبقى قوات أمريكية في العراق، نجحت كثيرا في تطوير الاستثمارات. هذه الأخبار كلها تضر المصالح العراقية، هي لا تدعم القضية الفلسطينية. يعني نعم. هذه التصرفات لم تدعم ولن تدعم القضية الفلسطينية، لن تدعم أهلنا في غزة، ولن تدعم حتى بالنهاية مصالح العراق. هي تدعم مصالح العراب والمسؤول الأول أو المحرك الأول أو المسؤول الحقيقي عنها وهو إيران. بالتالي الضغط على حكومة السيد السوداني اليوم ضغط كبير جدا، هناك نجاحات تحققت، علينا أن نستمر بهذه النجاحات، لدينا فرص كثيرة لأن نساعد أهلنا في فلسطين بشكل حقيقي وليس بشكل يعني أستطيع القول بأنه بشكل عشوائي غوغائي سميه ما شئت. القضية الأخرى وهي قضية مهمة جدا إنه بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وبقاء القوات الأمريكية في العراق وبقاء المصالح الأمريكية في العراق هو واحد من أهم الشماعات التي يمكن أن تضع عليها أسلحتها هذه القوى المنفلتة والخارجة عن القانون. نعم، لنعود للحدث الأساسي دكتور رائد، هو التطورات الأمنية. صعب أن العراق كان شهد فترة هدوء أمني، ولكن مع هذه العمليات ضد مطاعم وأماكن غربية في الداخل العراقي في بغداد، هل نتوقع أو ننتظر إجراءات عراقية صارمة، خاصة بأن جزء من المتورطين أو المتهمين على الأقل هم من جهاز أمني رسمي؟ هو لحد الآن أنا عندي معلومات أنه 2 من المعتقلين وكلاهما ينتميان إلى فصيل مسلح معروف. الحقيقة أنا لازلت لدي رؤية في مسألة الأداء الأمني لحكومة السيد السوداني. النجاحات اللي تحققت أمنيا خلال الفترة الماضية، صحيح بعضهم يقول لك هدنة بين هذه الفصائل بين الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ربما يكون صحيحا، لكن على الأرض على الواقع ازدياد قوة الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية، النجاحات اللي حققتها ضد تنظيم داعش ضد الإرهابيين، حماية الحدود، عملية القدرات والإمكانيات العالية لاستلام القوى الأمنية الداخلية بدل الجيش العراقي، كل هذا بصراحة شديدة وبغض النظر عن موقفي من حكومة السيد السوداني، لكنها بلا أدنى شك أحرجت أطراف من الإطار التنسيقي المتماهية مع المشروع الإيراني، وهو بالنهاية في نهاية المطاف هذه القوى الشيعية بين المزدوجين وحتى السنية وحتى الكردية حتى لا يعني يفسر الكلام به، هذه القوى أصبحت غير راغبة بأن تبقى حكومة السوداني تحقق هذه النجاحات حتى على المستوى الأمني البسيط الذي حقق خلال الأشهر الماضية. وبالتالي الاستمرار في مثل هذا المنهج في مثل هذه الطريقة ستدفع حكومة السوداني في لحظة من اللحظات إلى الوصول إلى الأمر المهم جدا، وهو إقرار قانون حقيقي يحدد نوع السلاح الموجود ويحدد باعتباره القائد عام القوات المسلحة كيف تتحرك هذه الجهات، حتى وإن تحركت بشكل فردي أو بشكل عفوي أو سميه ما شئت. هو ربما أنا عندي أيضا معلومة تقول أنه حتى في التحقيقات قالوا إحنا ننتمي إلى جهات أمنية، لكننا في نهاية المطاف خرجنا بشكل عفوي من غير توجيه من القيادات الأمنية. ولكن الخطوة التي ذكرتها قوية ومهمة إن اتخذت فعلا، حكومة أتت باتفاق وبدعم كل هذه الجماعات، هل يمكن أن تتخذ خطوة مثل هذه؟ شوفي سيدة سارة، العراق عقبتين كؤود أمامه، سلاح منفلت والفساد
الفساد المالي والإداري. حققت حكومة السودان جزء كبير من محاربة الفساد، صحيح ربما لا زال موجود هنا وهناك. المشكلة العقبة الكبيرة هو عقبة السلاح، عقبة السلاح المنفلت غير المنضبط، وهذا السلاح بسبب أمراء الحرب الكثر في بلدنا في العراق، وهم أعداء يعني أعداد كبيرة جدا، تحدث عنها قادة كثر حتى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الكاظمي كلهم تحدثوا عن ذلك، حتى عادل عبد المهدي. هؤلاء أمراء الحرب إذا لم توضع محددات لعلاقتهم بدول الجوار وعلاقتهم بالهوية الوطنية العراقية، معنى ذلك لن تأتي حكومة قادرة على إخراج العراق مما هو فيه حتى وإن جاءت حكومة من سميها ما شئت. وبالتالي السيد السوداني باعتقادي الشخصي إذا حصل، وهذا طبعا ربما وارد، على ولاية ثانية، أعتقد بأن هذه الخطوة ستكون هي الخطوة الأولى بعد أن استطاع أن يحدد جزء من حالة الفساد أو يحيد جزءا بسيطا من حالة الفساد الموجودة في المجتمع العراقي وفي الدولة العراقية في الهيكل التنظيمي لإدارة الدولة في العراق. شكرا جزيلا لك من القاهرة العاصمة المصرية، كنت معنا مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية الدكتور رائد العزاوي، شكرا. تواجه كلية الطب بجامعة تعز ضغطا هائلا في نسبة المتقدمين للالتحاق بأقسامها الطبية لهذا العام، خصوصا في قسم الطب البشري، وتبقى الكلية عاجزة عن استيعاب أعداد كبيرة من الطلبة نتيجة افتقارها للقاعات الدراسية والمستلزمات منذ تدمير ميليشيا الحوثي لمرافق الجامعة التي تقع في خطوط تماس الحرب شرق تعز. لا يشغلهم شيء عما يقصدونه، يتوافدون بالآلاف فرادى وجماعات إلى جامعات تعز قاصدين هذه المرة كلية الطب، إذ وصلت رغبات المتقدمين للدراسة في أقسامها الطبية لهذا العام إلى أكثر من 6000 رغبة. يتنافسون على عدد من المقاعد المجانية اللي هو النظام العام، حوالي 250 مقعد، حيث يتم قبول أبنائنا الطلاب من محافظة تعز التي قد يبلغ تعدادها أكثر من 4 مليون نسمة. ليست كباقي كليات الجامعات إذن، فهي المرغوبة لا شك عند الطلبة، ما يقارب 3000 طالب وطالبة خضعوا لاختبارات المفاضلة فيها، لكن ما يثير الدهشة هنا أن 2000 منهم يتنافسون على 60 مقعدا فقط في قسم الطب البشري. كان الاختبار يعني سهل، بس أسهل مادة كانت الكيمياء مرة سهلة، والبقية سهل بس للي ذاكر يعني، بس نتمني إنه مثلا يزودوا عدد الطلاب المتقدمين، مثلا المتقدمين 3000 والمطلوب 60، يعني المفروض يزودوا المقاعد المخصصة 60 مقعد، وهذا لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع الأعداد الغفيرة ومع الأعداد المتقدمين وفرص الدراسة. وأمام هذا الكم الهائل من المتقدمين للالتحاق بكلية الطب، تبقى الكلية عاجزة حتى عن استيعاب نصف العدد لافتقارها للوسائل التعليمية، سيما بعد أن بات مبنى الكلية تحت نيران الميليشيات الحوثية. لكن ثمة تدخل تنموي للبرنامج السعودي في بناء مبنى لكلية الطب بتكلفة 60 مليون ريال سعودي. هائل سعيد، الحدث، تعز. وإلى تطورات السودانية الآن، حيث قال وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور باباكر حمدين إن قوات الدعم السريع سعت لتعطيل عدة خزانات مياه تمثل المصدر الأساسي للمياه في مدينة الفاشر، مؤكدا أن قوات الدعم السريع حاولت قطع المياه عن السكان لإجبارهم على مغادرة المدينة حتى يسهل عليهم السيطرة عليها. هذا واتهم قوات الدعم السريع بتدمير البنية التحتية واستهداف المستشفيات والمرافق الحيوية بما فيها مصادر المياه، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم قوات الدعم السريع غير الإنسانية بحق المدنيين في الفاشر. وفي السياق، حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة يونيسف من تعرض خزان غولو للتلف والتدمير، مشيرة إلى أن النزاع على هذا الخزان سيؤدي إلى انقطاع المياه عن العائلات والأطفال وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.
ومن القاهرة العاصمة المصرية ينضم إلينا نبيل أديب المحامي والناشط الحقوقي السوداني. سيد نبيل أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذن اقتتال حول خزان مياه أو في إطار هذه المنطقة، هناك اتهامات متبادلة ولكن الاتهام الأساسي هذه المرة من الجيش ضد قوات الدعم السريع باستهداف الخزان وبمحاولة تعطيش السكان. باعتباركم محامي سيد نبيل، ما التوصيف القانوني لما يجري الآن؟ هل ترقى هذه التطورات إلى جرائم تعطيش وتجويع؟ أولا أشكرك على الاستضافة. ردا على سؤالك، هذا الفعل مخالف للقانون الدولي، قانون الحرب والحياد في عدة مواقع. يعني أولا طبعا بالنسبة للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة، فهي تمنع استهداف غير المشاركين في أعمال القتال. وطبعا مثل هذا الفعل اللي هو قطع المياه، المياه ما حاجة أساسية للحياة، بيهدد حياة غير المشاركين في القتال. أيضا الباب الثاني من اتفاقية جنيف الرابعة تحمي المدنيين وتمنع استهدافهم، وهذا يقع في هذا الجانب. بالإضافة طبعا لأنه دي جريمة من جرائم الحرب، المعاقب عليها بموجب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فهذا يشكل الفعل المادي المكون للجرائم ضد الإنسانية، والفعل المادي المكون لجريمة الإبادة الجماعية، لأنه فيه استهداف لمجموعة بشرية بعينها وهي غير ضالعة في أعمال القتال، ما عندها صلة بأعمال القتال. وهذا الاستهداف يعني بحسب القصد الواضح يستهدف إبادة هذه المجموعة أو دفعها للنزوح، ودفعها للنزوح بوقع الفاعل تحت طائلة جريمة الجرائم ضد الإنسانية، لأنه ده نزوح إجباري وممنوع، فهذا الفعل يشكل جرائم عديدة. هو حق الرد مكفول للجميع بالتأكيد ولقوات الدعم السريع هذه المتهمة هذه المرة بهذه الأفعال، ولكن دعني فقط أشير بأنه قوات الدعم السريع كانت نشرت أو على الأقل قوة تابعة للدعم السريع بقيادة القائد سافنا، هو الذي نشر فيديو حينما كانت تغلق قواته خزان المياه، ووجه فيها في هذا الفيديو وجه خطاب جاء فيه دعوة وزير المالية يأتي لكم بالمياه من البحر الأحمر، كان ضمن هذا الفيديو لقطع المياه عن هذه المنطقة، عن منطقة الفاشر في دارفور تحديدا. هل يمكن أن يعول على هذه الفيديوهات إذا ما كان هناك أي متابعة للجهتين المقتتلتين الآن في السودان؟ طبعا هو الفيديو بيشكل بينة دليل الذي طبعا نحتاج لإثبات صحة هذا الدليل، يعني سهل إثباته عن طريق يعني تتبع التصوير نفسه عن طريق الأقمار الصناعية لمعرفة الموقع والصورة نفسها. وطبعا الحديث يتحدث عن نفسه، يعني هو يتحدى الحكومة، وهذا يعني أنه تابع للدعم السريع، يتحدى الحكومة أن تأتي بالمياه من بورت السودان. فهذا حديث يشير إلى مصدره يعني. نعم سيد نبيل، تعرف هذه المنطقة كانت بيئة خصبة للحرب الأهلية، أقصد كل دارفور قبل حتى الفاشر كانت بيئة خصبة للحرب الأهلية في العقود الماضية. الآن هناك اقتتال مستمر منذ أسابيع، عطش، احتمال جوع أو تحذيرات من جوع بالتأكيد، وتأثيرات على الأطفال والمدنيين وغيرها. أي سيناريو أو مستقبل متوقع للفاشر ولدارفور؟
والله هو طبعا استمرار القتال هو زي ما ثبت الآن الهجوم على الفاشر في استهداف للمدنيين، وبالتالي هو طبعا حيؤثر سلبا على حياة المدنيين غير المشاركين في القتال. القتال الآن مستمر منذ يعني هو من له فترة طويلة مستمر، لكن الآن بعد وقوع الحرب بين الجيش والدعم السريع انتقلت الحرب لدارفور طبعا بشكل مباشر، والآن أصبح الهجوم المستمر على الفاشر المعني به عزل جميع ولايات دارفور عن باقي السودان. وطبعا كما تفضلت وكما يظهر من الأنباء فهناك انتهاكات عديدة لقانون الحرب والحياد وتؤثر سلبا على حياة المدنيين الذين عانوا كثيرا نتيجة لهذا. المنظمات الدولية ترصد وتتحدث عن هذا الأمر، آخرها كان يونيسف الذي تحدث عن النزاع العميق في الفاشر سيؤدي إلى النزوح، وتحدث عن التعطيش والإبعاد القسري عن الأماكن فيما يتعلق بالمرضى والأطفال والنساء وغيرها، ولكن هل يمكن أن تقوم هذه الجهات بأي خطوات فعلية لمساعدة المدنيين في هذه المناطق، مناطق الاقتتال؟ نعم، يفترض أن تقوم، يفترض أن تقوم، ثم أنه منطقة دارفور بالذات هي محالة للمحكمة الجنائية الدولية بواسطة قرار من مجلس الأمن، وهي موضع تحقيق، وهناك بعض الجرائم وصلت إلى مرحلة المحاكمة. فطبعا الآن يستطيع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يتابع هذه المخالفات التي تصل لدرجة الانتهاكات والجرائم الدولية، لأنه هو أصلا محال إليه المسألة من مجلس الأمن، وله اختصاص بالتحقيق وتحويل المسائل للمحكمة. نعم، شكرا جزيلا من القاهرة، كنت معنا نبيل أديب المحامي والناشط الحقوقي السوداني، شكرا جزيلا.